لو بتقول عليا فاشل مش هنجح عمري ما هبقى حاجة علشان اخترت اختيار مختلف عنك وقررت أدخل تعليم فني أنا النهاردة هاخدك معايا رحلة هتغير رأيك في نهايتها. أنا رامز وإحنا النهاردة في نهايات مسابقة فني مبتكر أكبر مسابقة في مصر لطلاب التعليم الفني وإحنا عندنا أحلام وأفكار ومشروعات هنقدر بيها نحقق تغيير هيفيد ناس كتير. أنا ما عندناش بنات تتعلم بعد إعدادي وتحددها. أنا جاي النهاردة أتحداك وأثبت إن التعليم الفني هيغير مستقبل مصر. أنا دلوقتي في سنة تانية وعاملة موبايل أبلكيشن. إحنا فكرنا إن إحنا نعمل أبلكيشن رحلة. الكومبيتيشن بتاعتكم منافسين قلت إن هم عالميين مش موجودين في مصر. إيه اللي يميزك عن السيني في؟ أنا بتكلم في التكنولوجي بارت. يا بيليني. أنا سعيد جدا إن أنا هقدم لكم نهائيات الموسم الرابع من مسابقة فني مبتكر. فني مبتكر بدءا من الليلة. الثامنة مساءً على أون.